المهم عسى يكون ست بستيتنا القهاوي والمحلات الماكلة فستان مع 8 ديال العشية صحاب لي سناك استعداد باش تبداو تسدو لأننا الآن على وشك الساعة الثامنة. صافي دابا ستة دائما ستة تكون ست صافي ولدي صافي يلا حتى الغدا ان شاء الله وجي تحس لا معاك يلا صافي يلا وجمعت يلا شوال يلا وجمع يلا صافي انا يعني الان كيكون هناك استعداد للقهاوي باش يسدو
المدينة اليوم تعاني من بؤرة ديال الوباء ديال الكوفيد. اذا الله يخليك الا اذا اليوم السورية باش كنقولوا الله يخلي هذا جو واخا فكره اجي نهضر انا وياك ما عنديش مشكل على البث المباشر ما عنديش مشكل. شوف يا شيخ شوف يا شيخ الله يرضي عليك دابا واش بغيتي تسمعني اليوم مدينه اسفي كتعاني من بؤره. اذا انت من الجلوس ديالك في المقهى اللي كان القيده اللي كتقول لك الشروطات الوصيه لقيت الله يرضي عليك القيده اللي كتقول لك الوزاره الوصيه كتقول لك الله يرضي عليك هذا اسمعني دابا واش بغيتي تسمعني اسمعني انا هنا كندوز ان ميساج باش كنوعي الناس بالخطوره ديال الموقف. ملي انت جالس 8 ونص بزاف في القهوه هذا مشكل ديالك انت خذ راحتك انا 8 هي شحال اذا التزم غير بالقواعد ورد البال راسك عفاك. اما هذا هو الدور ديالي هو انني ندير معاك التوعيه تصوروا غير اللي بغيتو. انا خذ راحتك كيف ما بغيتي تعتبرها. اذا ما يمكنش لينا في مرحله ديال المدينه تعاني من بؤره ارتفاع ديال حالات الاصابه كنسمعوا كنشوفوا تصرفات اللي خلات المدينه بحال هكا. بطبيعة الحال متابعينا ومتابعينا الكرام اليوم مدينة اسفي والساكنة ديالها خصها تكون متحدة خصها تلتزم بالاجراءات المتخذة الجديدة باش تقدروا اننا نلتزموا ونتجاوزوا هذه المحنة هذه وهذا الوباء اللي صاب المدينة. البارح الامس كنسمعوا فوق من 400 اصابة اليوم باقي لحد الساعة باقي ما سمعناش شحال عدد الاصابات وكل الاصابات عندنا في ارتفاع. المدينة تم الاغلاق ديال المداخل ديالها تم الاغلاق ديال المنطقة الجنوبية ديال الدائرة الثالثة. اذا الناس خاصها توقف وقفة رجل واحد ما كاينش شي واحد ما غيمنعكش من انك تخرج ما كاينش شي واحد من انه ما يمنعكش انك تمارس
الاعتيادات في الامور ديالك، ولكن راه في عينك خاصك تكون قد المستوى باش تحافظ على الصحه ديالك الاخوان. مدينه اسفي اليوم هي بوحدها في المغرب اللي تبقى في حاله استثنائيه، خاص الساكنه ديالها تلتزم، خاص الساكنه ديالها تعبر على النموذج ديالها، النموذج الناجح ديالها.